يقول: ما حكم الظهار؟ الظهار كفارته تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، أي من قبل أن يعاشر الرجل زوجته. إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل المساس عند الجمهور أيضا. والظهار صورته أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو كظهر خالتي، أو عمتي، أو غير ذلك من المحارم. هذا وإن لم يقل بلفظ الظهر، كان قال: أنت علي كأمي وكأختي، فنفس الحكم عند جماهير العلماء، والله أعلم.